هي دور كبير وملحوظ الشباب بيقوموا بيه في مختلف القطاعات والمناصب القيادية في ظل رؤية الجمهورية الجديدة. ده بسبب أنه الدولة لو أتاحت للشباب فرص كبيرة لتولي القيادة والمسؤولية في مختلف المجالات، هنشوف بالفعل كوادر وشباب مؤهلة أن هي تقدر تكون كوادر تثري الحياة السياسية وتثري مجالات كتير جداً في مصر. شرفنا في الاستوديو دلوقتي الاستاذ اسلام رشدي، استشاري تدريب وتطوير الموارد البشريه. صباح الخير عليكم. صباح الفل. صباح الخير يا مصر. صباح الفل. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك ونورنا. اهلا بيك والله. طيب، يمكن احنا بنتكلم قبل الهوا كنا بنتكلم معاك على فكره التاهيل وفكره تاهيل الشباب، وبنتكلم انه لا مالهاش علاقه بالدراسه، موضوع كبير قوي. واحنا كمان دلوقتي في وقت بنتحول لجمهوريه جديده، عشان نتحول لجمهوريه جديده لازم يكون الشباب هم الأساس. أوكي. عايز أعرف منك أهمية عنصر الشباب في أي مجتمع. هو لو إحنا يعني في البداية طبعاً قبل ما نجاوب على السؤال، خليني أرحب بحضراتكم، وأنا مبسوط جداً إن أنا موجود مع حضراتكم النهاردة. وشرف ليا وجودي في التلفزيون المصري بعيداً عن أي حاجة بقى تاني. مسبيرو ده هو الهب بتاع. رجوعاً بقى لسؤال حضرتك، هو حقيقة في 2016 كان سيادة الرئيس أطلق 2016 هو عام الشباب، وبعدها أطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة Presidential Leadership Program، وكانت الفئة بتاعته الفئة العمرية من 20 ل 30 سنة. فحقيقة الأمر هو قبل لما نتكلم على الإمباورمنت أو قبل ما نتكلم على تمكين الشباب، هو إحنا محتاجين نعمل حاجة مهمة، نعمل خطوة قبل الإمباورمنت ده، وهو التأهيل بتاع العقل. لان في الاول في الاخر زي ما حضرتك كنت بتقولي وحضرتك كمان كنا بنقول قبل الهوا، احنا بنتكلم هو احنا بنشتغل ايه، بنشتغل ايه بناء على ايه. زي ما حضرتك كنت بتقولي وزي ما حضرتك كنت بتقول وانا كمان قلت لحضرتك قبل الهوا، احنا اللي احنا درسناه ملوش علاقه بالكومبيتنسز بتاعتنا وملوش علاقه بالحال العمليه او الحال المهنيه بتاعتنا. لو احنا جينا بصينا هو ده فعلا الواقع العملي اللي احنا بنعيشه في حياتنا. ايه ده؟ طب هو انا انفع اكون ايه، او المفروض لما اكبر ابقى ايه؟ طبعا اللي بيتقال لنا في المدارس واللي بيتقال لنا في الجامعات حاجه، وفي حقيقه الامر الواقع العملي حاجه تانية. وعشان كده في نظريه مهمه، النظريه دي اسمها نظريه اكتساب المهاره. في عندنا 4 ليفلز اوف كومبيتنسز، الجدارات، و 4 ليفل اوف السلف اويرنس. ففي البدايه خالص فروم سكراتش كده الواحد بيبقى unconscious incompetent. يعني ايه؟ يعني هو مش عارف انه مش عارف انه ما يقدرش يعمل كذا، فهو مش اوير اصلا بالجدارات بتاعته، وفي نفس التوقيت الجداره دي اللي جواه هو مش عارفها، فبالتالي ممكن يكون ما يعرفش ان جواه كومبيتنسي، وفي نفس التوقيت اول لما يجرب يعرف ان هو ايه قوي فيها او كومبيتنت فيها. المرحله الثانيه بيطلع للكونشس كومبيتنت، هو بقى اوير ان هو ما يعرفش، هو بقى واعي ان هو ما يعرفش الحته دي، فبالتالي اصبح عنده سيلف اويرنس اعلى او وعي ذاتي اعلى ان هو محتاج يشتغل على النقطه دي تحديدا. بعد كده النقطه الثالثه كونشس كومبتنت، اللي هو ايه؟ هو بقى بني ادم واعي وبقى يقدر يعمل المهاره دي. اخر حاجه بيبقى انكونشس كومبتنت، بقى يقدر يعمل المهاره دي وهو بيعمل شغلانه ثانيه خالص. لو جينا بصينا لها على الموضوع بتاع السواقه في البدايه خالص، انا ممكن اكون ما بعرفش اسوق مانيوال وما اعرفش ايه الكومبوننتس بتاعه العربيه. جربت في البداية بروح لحد بيعلمني، بيبقى قاعد جنبي في العربية، ببقى أوير بكل تفصيلة، أنا باصص في المراية، الكاوتشات رايحة يمين ولا شمال، الركنة، بس أنا لسه ستيل بتعلم. خلاص اتعلمت براكتسنج، المرحلة الثالثة بتعلم أركن كويس وببقى أوير بكل لحظة. بعد كده بسوق وأنا بتكلم في التليفون، بسوق وانا باكل، بسوق وانا بعمل حاجات كتير. صحيح صحيح. عشان بقى اطبق ده على تجارب كتير جدا للشباب المصري، ربما هو يكون مش لاقي نفسه، مش عارف هو عايز ايه، تايه وسط الدنيا، اتخرج من حاجه هو ما بيحبهاش، او درس حاجه ما بيحبهاش واجبر عليها وهو عايز حاجه تانية. دي نماذج كتير جدا، صح ولا انا غلطان؟ صحيح طبعا. نقول لهم ايه طيب في ظل اللي حضرتك قلته او ذكرته ده؟ هو اولا احنا لازم نعرف ايه المهارات بتاعتنا التحفيزيه، حاجه اسمها الموتيفيشنال سكيلز، ده احنا بنعمله عندنا في الكارير كوتشنج، حاجه اسمها المهارات التحفيزيه، ايه الحاجه اللي انا بحبها وفي نفس التوقيت انا اقدر ان انا اعملها. طيب انت بتعرف ده من خلال ايه؟ من خلال
عدد معين من الساينتفك اسسمنتس ممكن يتعمل من عن طريق كارير كوتشز او اونلاين. هتلاقي في حاجات كتيره جدا اسسمنت من خلالها تقدر لو جاوبت على كل سؤال بصدق هيطلع لك نتيجه في الاخر. النتيجه دي بتقول لحضرتك ايه الاهتمامات وايه الهوايات اللي انت لما بتعملها انت شاطر فيها، وهيحصل لك internal satisfaction، هيبقى فيه اشباع كده، هتبقى انت مبسوط باللي انت بتعمله. فبالتالي تقدر من خلال عدد معين من الاسسمنتس تعرف ايه الانترست الاولانيه البلان A بتاعتك، الثانيه البلان B بتاعتك، بلان C. فبالتالي انا اتوجهت على شغلانه بعد بقى ما عرفت نفسي، اتوجهت على شغلانه في القطاع الخاص، تمام، محتاجه مثلا نوع من انواع المجهود، عرفت اعمله تمام، ما عرفتش يبقى عندي بلان C، بلان B وبلان C كمان. على الجانب الثاني مهم جدا ان انا ابقى جاهز، اكسكيوز ماي لانجويج يعني في اللي انا هقوله، بس هو حاجه دارجه، ابقى جاهز للمرمطه. ان انا في الاخر خالص انا اما هنزل القطاع الخاص ما بيرحمش حد، وفي نفس التوقيت انا مش عايز اتخرج ودفنتلي مش هتخرج هقعد ابقى سي اي او ولا سي او او من اول لحظه، لا، انا ابقى من 20 ل 30 سنه ابقى عارف ان انا هنزل اخبط هنا واخبط هنا واخبط هنا، وابقى مراقب نفسي وابقى مراقب البرفورمانس بتاعي وتصرفاتي، هو ايه اللي انا بحبه وايه اللي انا ممكن اتطور فيه. لان في ناس كتيره زي ما حضرتك بتقول هو اللي بيتخرج بيلاقي شغله فبيشتغلها، طب هل بقى هو فعلا بيحب الشغلانه دي؟ هل بقى هو مستعد يتطور؟ طب هل بيكسب كويس؟ في ناس بتقول ايه، لا والله الشغلانه الموجوده وخلاص، ليه؟ علشان يجيب المينيمم ليفين كوست اللي هو ايه، اكلي شربي لبسي بس. طيب سامح، احنا بنتكلم دلوقتي على مبادرات رئاسية إن هي بتؤهل الشباب للقيادة، وقدامها شفنا بالفعل تمكين شباب في مناصب ما كناش نتوقع وجودهم فيها. صحيح. شايف ده يفرق في إيه؟ لو هينعكس إزاي، ينعكس إزاي على المجتمع؟ يفرق في إيه وجود الشباب في هذه المناصب؟ أوكي، هو مبدئيا أولا إحنا بيحصل لنا نوع من أنواع الاستغراب، يعني let's say مثلا اللي هو إيه، إحنا في مؤتمر ما من المؤتمرات إحنا عمالين بنجهز اللوجيستكس اللوجيستيات الخاصه بالقاعه، وفي نفس التوقيت احنا عارفين ان القاعه دي اللي هيبقى فيها سياده الرئيس، فانت حضرتك مره واحده قاعده والرئيس داخل، اولا عمرنا ما كنا نحلم حاجه زي بحاجه زي كده، ولينا الشرف، وفي نفس التوقيت انت بتتعلمي حاجه جديده الواحد ولا اتعلمها في شغل في القطاع الخاص ولا اتعلمها في الجامعه. فبالتالي الايفنتس دي اول حاجه كاجابه على سؤالك، او الاحتفالات، الفعاليات والاحتفالات دي بتعلمنا احنا مهارات، المهارات دي احنا ما نعرفش عنها حاجه. واحد اتنين، ودي نقطه مهمه، التمكين اللي حصل لعدد كبيره جدا، لعدد كبير جدا من الشباب سواء كانوا نواب محافظين او كانوا نواب في البرلمان، العدد غير مسبوق. يعني لما احنا بنتكلم على نواب مجلس الشعب، اول مره في تاريخ مصر ان يبقى في عندنا 60 من النواب اقل من 35 سنه، ويبقى في عندنا 125 نائب في سن من 35 او من 36 تحديدا ل 46 سنه. احسنت، انت قدمت كده، انا هقول ايه؟ اتفضل. والله اختصرت كتير والله. طيب معانا عبر تقنيه زوم الاستاذه دينا عثمان نائب محافظ مطروح، الدكتوره دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اللي ربما بتعد احد النماذج الشبابيه اللي اتكلم عليها الاستاذ اسلام، واللي ربما استفادت من البرنامج السياسي اللي اتقدمته الدوله المصريه للشباب. اهلا بيك يا دكتوره، منورانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيكم، اهلا باهل مصر كلهم، صباح الخير. النهارده بنشوف المرأة بتشتغل في وظائف قيادية في المحليات بدرجة نائب محافظ في الجمهورية الجديدة. كلمينا عن تجربتك، عن تجربة المرأة في إثبات نفسها في ذلك المنصب بعد ربما تأهيل وتدريب في عدد من البرامج اللي قدمتها الدولة ليكي، واللي قدرتي من خلالها توصلي لهذا المنصب. طبعا كانت فرصه ممتازه جدا، القياده السياسيه سياده الرئيس ادها لنا اولا كشباب، ثانيا كسيدات، ان احنا ناخد مناصب قياديه في المحافظات، واهتموا الدوله اهتمت جدا بتدريبنا وبتهيئنا ان احنا نكون على قدر المسؤوليه ونبقى قد المكان اللي احنا موجودين فيه. وبالفعل هو ده التحدي، ان احنا ازاي نثبت ان احنا فعلا نجتهد ونبقى فعلا قد المكان ده. المرأة يعني
دايما اقول ان هي لما بتتحط في اي مهمه او في اي منصب بتجتهد جدا جدا علشان تثبت ان هي حد ناجح وحد قوي وحد مؤثر. والحمد لله الفرصه اللي ادتها لنا القياده السياسيه كنواب محافظين او كنائبات محافظين الحمد لله كانت فرصه كويسه جدا، تعلمنا فيها كتير، استفدنا كتير، اخذنا خبره، كمان اثبتنا ان المراه تقدر ان هي توفق ما بين بيتها وما بين حياتها، وخاصه ان العمل في مجال المحليات مش سهل. كمان بالنسبه للعمل في المناطق الحدوديه بالذات، وعندي طبعا مطروح بصبح عليكم من مطروح، انا جايه قدام البحر مخصوص عشان تحس ان انت جيت معايا مطروح. ف المناطق الحدوديه السيدات كانوا مهمشين فيها، او مش هقول مهمشين ولكن كان ظلمهم مش واضح. لما احنا بنبني مناطق قياديه في الاماكن دي يعني الحمد لله قدرت ان انا اخلي البنات يقولوا لي احنا نتمنى ان احنا نبقى زيك في يوم من الايام. السيدات بقى لهم صوت، السيدات في مطروح بقى بيلاقوا حد يجوا يتكلموا معاه، يعرضوا عليه افكارهم، يعرضوا عليه احلامهم. بدأنا نحقق أحلام السيدات دول ونعمل مبادرات كتيرة جدا علشان نحطهم على أرض صلبة ويظهروا وتظهر أعمالهم وتظهر شغلهم وتظهر منتجاتهم ويظهر تفوقهم في كل المجالات. فيعني احنا ضربنا عصفورين بحجر إن السيدة بقى ليها دور في الحياة السياسية، دور قوي كشابة وكسيدة، وكمان في المناطق الحدودية إن أثبتنا إن بنات المناطق الحدودية ممكن مكان قوي جدا على الخريطه ويكونوا مؤثرين ويعملوا حاجه عشان خاطر بلدهم والكفايه. طيب دكتور دينا، يعني حضرتك اتكلمتي عن تحديات كبيرة وصعوبات كتير واجهتيها، كان لازم تكوني مؤهلة ليها إن كان نفسيا أو أكاديميا عشان تقدري تخوضي هذه المعركة. إزاي قدرتي تهيئي نفسك وتؤهلي نفسك إن أنت تخوضي هذه التجربة، أو خليني أقول عليها معركة، اللي يمكن نتائجها بتظهر مع كل انجاز بيتحقق على ارض المحافظه؟ يعني العلم ايه لما بيبقى قدامك تحدي بتبقي عايزه تثبتي نفسك قوي وتثبتي جدارتك. طبعا بدايه من التدريبات اللي احنا اخذناها في الاكاديميه الوطنيه للتدريب، بدايه للشغل في الحياه العامه والحياه السياسيه، لما نزلنا على ارض الواقع. وطبعا احنا كنواب محافظين بصفه عامه شغلنا كله متمثل ان احنا نكون وسط المواطنين، وسط الجمهور، نبقى جزء منهم ونسمعهم ونبقى قريبين منهم. كان في البدايه الفكره كانت غريبه شويه، ازاي مسؤول موجود في الشارع، في السوق، في الماركت، مش عارف ايه. لكن بعد كده اخذوا على الوضع وبقوا يقولوا احنا حاسين ان انت حد مننا، عشان كده احنا بنبقى قريبين منكم، نتكلم معاكي. فده في حد ذاته انا شايفاه ان هو نجاح كبير جدا للتجربه، ان الشباب قريبين من الناس في تفكيرهم، في شبابهم، في حماسهم، في افكارهم، في رغبتهم في ان هم عايزين يعملوا حاجه جديده، في حبهم للبلد المتمثل في ان هم بيدوروا على كل ما هو جديد. فيعني انا بقول ان هو ده التحدي، والحمد لله ان احنا قدرنا يعني بقدر كبير ان احنا ننجز فيه في طول الفتره من ساعه ما تولينا المنصب. صحيح. شكرا ليكي دكتوره دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واحد النماذج الشبابيه اللي ربما قدرت ان هي تثبت نفسها وتوصل لهذا المنصب عن طريق تنسيق شباب الاحزاب وعن طريق شغلها وعن طريق اجتهادها. شكرا ليكي ونورتينا على شاشه صباح الخير. كمان الحقيقه مصطفى، لما سياده الرئيس قال انه لازم يكون في فرصه لجيل كامل من الشباب، ما كانش مجرد كلام، بالعكس احنا شفنا عمليه دمج وتقليد مناصب للشباب في وظائف قياديه في اداره المحافظات والمحليات بشكل كبير. احنا معانا دلوقتي عبر زوم المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذة جمانة، وصباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا بيك. يعني بكل تأكيد العمل في المحليات أمر مش سهل تماما، لكن القيادة السياسية كان ليها رؤية أخرى قدرت أنها يعني تغير هذا المفهوم. دي حقيقة. إزاي ده حصل يا فندم؟ الأول خليني بس الأول أقدم كل التهنئة لكل شباب العالم والشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وأقدم كل التحية للقيادة السياسية
الحقيقه من 2014 وهي بتسعى بكل قوه لتمكين الشباب على مستوى الدوله المصريه. واحنا شفنا عام 2016 كان عام الشباب المصري، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق عام 2016 عام الشباب المصري، وتلاها مجموعه من الاجراءات اللي اتخذتها الدوله المصريه من اجل تمكين الشباب. بعدها كان في المؤتمرات بتاعت الشباب، ثم منتديات شباب العالم، تاسيس الاكاديميه الوطنيه للتدريب، تاسيس تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. الشباب اللي لقيناهم في مناصب كتيره جدا، سواء كان على المستوى البرلماني والتشريعي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، او على المستوى التنفيذي كنواب محافظين ومعاونين محافظين ومساعدين وزراء ومعاونين وزراء. بالنسبه طبعا للاداره المحليه، تجربه الشباب الحمد لله اثبتت نجاح كبير. زي ما حضرتك شايفه الحمد لله في 2018 و2019 الدوله المصريه مكنت مجموعه كبيره جدا من الشباب ان هم يعني يبقوا موجودين في منصب زي منصب نائب المحافظ. تحديات كبيره جدا شغالين عليها. الحمد لله الشباب كلهم، يعني لو هنتكلم عن تجربه نائب المحافظ، اثبتت الحمد لله كفاءه كبيره. الانجازات الحمد لله بقت ملموسه للمواطن وملموسه على الارض. هو ده سؤالي ربما يا باشمهندس عمرو، يعني ازاي المحافظين قدروا يستفيدوا من نواب ليهم في عمر الشباب؟ يعني اوكلوا اليهم ملفات ايه؟ وكمان ازاي الشباب دول اللي هو في مناصب نواب المحافظين، ومش بتكلم على حضرتك، بتكلم على كل زملائك في كل المحافظات الاخرى، قدروا ان هم برضو يمسكوا ملفات او يشتغلوا على ملفات بعين؟ كلمنا على اهم الملفات يعني، اتفضل. تمام، خليني اقول ان انا يعني الحقيقه كنت محظوظ. السيد المحافظ اللواء اركان حرب عادل غضبان، محافظ بورسعيد، شخصيه قياديه كبيره جدا. الحمد لله ان انا كنت محظوظ ان انا بشتغل معاه في المحافظه. راجل قدوه، بيمكن الشباب تمكين حقيقي. يمكن زمان كنا بنتكلم على الملفات اللي موجوده يعني في 2020 و2021، لكن انا اقدر اقول لك ان سياده المحافظ يعني يمكن انا مشارك معاه في كل الانجازات اللي موجوده في المحافظه. ما فيش ملف ما دخلناش فيه، سواء كان ملف الاستثمار او ملف الصناعه، الخدمات المقدمه للمواطن بصفه يوميه، المرافق، الخطه الاستثماريه، الطرق، المشاريع بتاعه الصرف، بتاعه الميه، بتاعه الكهرباء، المتابعه اليوميه لكل الاحياء، ملف تراخيص البناء، الشبكه الوطنيه. الحقيقه ده يعني حظي كان كويس انه سيادته ممكننا وشغال معاه يمكن في كل الانجازات. لو حضرتك نزلت محافظه بورسعيد دلوقتي هتلاقي النهضه موجوده في كل شيء، موجودين في الشارع يمكن كل يوم جولات ميدانيه بجانب العمل المكتبي. ودي الحقيقه كانت من ضمن تكليفات نواب المحافظين، يوميا متواجدين في الشارع بنتابع الخدمه المقدمه للمواطن، بنتابع المشروعات، بنتابع الخطه الاستثماريه، بنتابع المشروعات المعموله بالجهود الذاتيه والموارد الذاتيه للمحافظه. ايوه. حظي كان كويس ان انا مع قائد ومحافظ. صحيح. دخل نائب المحافظ معاه في كل الملفات. صحيح. احنا على اي حال احنا يعني بنوعد حضرتك ان احنا هنعمل عدد كبير من الفقرات هنستعرض فيها كل الجهود اللي برز فيها قيادات شبابيه وقدروا من خلال مجهودهم وقدروا من خلال وصولهم لهذا المكان ان هم يثبتوا ان الشباب فعلا قادر ان هو يشتغل حتى لو في منصب حكومي مهم زي منصب نائب المحافظ. المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، شكرا ليك على هذه المداخله. شكرا. استاذ اسلام هرجع لحضرتك مره ثانيه. احنا للاسف على مدار سنين فاتت كتير اهدرنا طاقات شبابيه كتير جدا. لو حضرتك هتوجه رساله دلوقتي للاسر اللي بتربي نشأ قادر ان هو ان هي تبتدي تؤهله ان هو يكون عارف مهاراته، عارف عايز يعمل ايه، بعيدا عن زي ما كنا بنقول التمليه او الاملاء لازم تطلع تكون دكتور او مهندس او رسالتك ليهم ايه؟ هو رسالتي للاهالي ان ما تحاولوش تحققوا اللي انتم محققتوش في نفسكم في ولادكم، لان ابنك او بنتك هو شخص تاني تماما، مختلف عنك تماما، بقيم واهتمامات مختلفه عنك. فبالتالي حضرتك نفسك كان تطلع مهندس، مش شرط ابنك يطلع مهندس، ابنك ممكن يكون كويس في حاجه تانيه. ده على الجانب الاسري. على الجانب الشخصي بقى للناس، لازم ان انت تكتشف ايه هي الموست امبورتنت فاليوز بتاعتك، ايه هي اهم قيمك الشخصية وقيمك المهنية اللي انت لا يمكن تتخلى عنها، اللي انت لو رحت مكان احسن مكان في الدنيا وهي مش موجودة هتبقى قاعد مقريف.
لازم تعرف نفسك. بالنسبه للطلاب لازم تشاركوا في كل الايفنتس وكل الانشطه الطلابيه اللي في الجامعه اللي من خلالها بتقدر تاهلك لسوق العمل. محتاج ان انت في خلال الفتره الدراسيه بتاعه الجامعه ان انت تعمل سي في كويس، تعرف ايه الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها في اي انترفيو، ايه البيزك انترفيوينج سكيلز اللي انت لازم تبقى مؤهل نفسك بيها علشان لما تتخرج تبقى تعمل اكتر عدد من الانترفيوز اللي من خلالها تقدر تجيلك ليدز كويسه وتقدر تتعين في اكتر من مكان. واخيرا بالنسبه للناس، ما تلعبش دور الضحيه، لا انت في عندك اكتر من مهاره تقدر ان انت تستخدمها، وما تستناش الموتيفيشن من حد. لازم يبقى عندك سيلف موتيفيشن انت اللي تضحك. كلام مش هلاقي ختام احسن من اللي انت قلته ده. اشكرك يا فندم، اشكرك. يعني دايما خليك ايجابي، استغل الفرصه اللي قدامك، حاول تطور نفسك دايما. الكلام في التنميه البشريه ربما يبان من بره أنه هو اسطمبه واحده يا استاذ اسلام، ولكن هو في فلسفه وفي بعد نظر كبير جدا. خليني اقول ان في حلقه اليوم العالمي للشباب احنا استفدنا كتير، استفدنا ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، استفدنا انك تقدر فعلا من خلال فرصه اتقدمت لك انك تطورها وتكبر فيها، وفي ألف واحد غيرك في نفس سنك هيقعد يبص يقول يا سلام، يعني انت هتقدر تعمل المستحيل، يعني انت مش عارف ايه. اللي كان ايجابي واستغل الفرصه شفناهم النهارده في الاستوديو، زي الشباب اللي جه وعملوا شركاتهم واستفادوا من المبادره الحكوميه الرقميه، واللي ما بقاش ايجابي لسه ما زال قاعد ينظر ويكتب كلام يا جمانة على الفيسبوك. الشباب كله يمكن اللي كانوا في معانا النهارده اجمعوا على حاجتين، الشغف والسعي. الشغف لازم كل حاجة بتيجي، أي نجاح أي خطوة بتبدأ مننا إحنا. على أي حال بنشكر حضراتكم جميعا، كنا معاكم على مدار 3 ساعات. طبعا إحنا كمان معانا الأستاذ إسلام رشدي، إحنا نورتنا في صباح الخير يا مصر. نورتنا يا أستاذ نوركو، والله اديتنا تيبس اند تريكس كده صحيح.